مشاهدي قناة شفت لي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة مكناس. غادي نخليكم مع الحصيلة الوبائية، والله يبعد علينا وعليكم الوباء. طبعا نخليكم مع الحصيلة الوبائية اللي أعلنت عليها وزارة الصحة قبل قليل، حيث أعلنت عن تسجيل 8990 حالة مؤكدة جديدة في المملكة المغربية، و 226 حالة جديدة بجهة فاس مكناس، بما أننا كنتواجدوا بجهة فاس مكناس في مسجلات ثلاثة ديال الوفيات. بهذه المناسبة الأليمة كنقدموا أحر تعازي لأسر ضحايا فيروس كورونا، وكنتمناو الشفاء العاجل لباقي المصابين. طبعا مشاهدي قناة شوف تي في، 8990 حالة، الرقم لا يستهان به، وارقام مخيفه وارقام تصاعديه. لهذا خاصنا ندير اليد في اليد من اجل الحد من انتشار فيروس كورونا، وعلى اننا نعملوا باستعمال الوقايه، وكما كيقولوا الوقايه خير من العلاج. طبعا 8990 حاله مؤكده جديده بالفيروس. فمؤخرا ولينا كنسمعوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الكل يتساءل عن حاسه الذوق وحاسه الشم والتعب وارتفاع درجه الحراره. لهذا كنقولوا لكل متتبعي قناه شوف تي في، حاولوا انكم تبقاو في المنازل ديالكم. بالنسبه للناس اللي كيحسوا بهذه الاعراض هذه، اما استشاره طبيه، واما يعني تواصلوا مع الطبيب وتبقوا في المنازل ديالكم، لانه غتكونوا محتاجين للراحه، محتاجين على انكم تعالجوا حسن ما تقيسوا، ولا حسن يعني في حاله ما كانت هذاك غيزو كان عادي، راه عادي كاين تقلب، كاين تقلب في الجو، كاين تغيرات في الجو، ولا كان فيروس خاصكم يعني تواصلوا مع الطبيب اللي قريب لكم، ولا كان فيروس خاصكم تلتزموا المنازل ديالكم، وتحاولوا انكم تحميوا راسكم وتحميوا الاسر ديالكم. على كل حال نتمنوا الشفاء للجميع، ونتمنوا من الله انه يرفع لنا هذا الوباء، الوباء اللي حقيقه يعني في السنه الثانيه على التوالي اللي كنعانيو من تداعيات ديالو، اللي كنعانيو من مخلفات ديالو. فحقيقه هذا الوباء خلف الدمار، خلف تراجع اقتصادي، خلف تراجع في النمو، خلف بزاف ديال المشاكل سواء اقتصادية او مادية او نفسية. لهذا نتمنى من الله انه يرفع لنا هذا الوباء في القريب العاجل، وكذلك نتمنى من جميع المواطنين والمواطنات التزام بقواعد النظافة الصحية المعمول بها، ويردوا البال لريوسهم، وحاولوا انكم تبتعدوا عن التجمعات، راه فيهم كيهز الواحد الدقة في هذيك التجمعات، وما كاينش يعني ادنى شروط السلامة هي اللي تجمع فيها الانسان الدقة، والعياذ بالله. والله يشافي كل مريض، والله يعافي كل مريض، والله يرحم كل واحد يعني توفى في هذه الجائحة هذه بكورونا، سواء بكورونا ولا بغير كورونا. نتمنى الرحمة للجميع، والله يشافي الجميع. الى هنا مشاهدي قناه شوف تي في، غادي نقول لكم دمتم بالف خير والى اللقاء.